ارجع لاختيار النجوم بس استاذ سليمان، يعني ده مش اول تعاون مع خالد في تومان باي، ده كان مسلسل يعني عظيم والحمد لله حقق نجاح كبير وتاريخ وكده، انك انت بقى يجي في ايدك نص لأسامة أنور عكاشة معمول إذاعة، ولكن انت بتتكلم في 10 دقائق الإذاعة بيبقى ايه 10 دقائق 10 دقائق 12 دقيقة ماكسيم، انك تحوله بقى ل30 حلقة، كل حلقة ايه نص ساعة تقريبا على الاقل او اكتر شوية، وانك بتاخد يعني المين ايشو وتبتدي بقى تفصصه، انت بتكتب حاجة جديدة ولا بتعمل ايه؟ لما يجي يقع في ايدي نص بحجم وقيمة الأستاذ أسامة أنور عكاشة ومعمول اوريدي إذاعة واسمه يخض لوحده، يعني أنا بعتبر نفسي من تلاميذه مع إني ما قابلتوش وجها لوجه، لكن أثر فيا. أنا يمكن بشتغل الشغلانة دي النهاردة حبا في عالم وتفاصيل أسامة أنور عكاشة، فإنه النهاردة يقع في إيدي النص ده، دي كانت مسألة مخيفة جدا، مخيفة على 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 كل المستويات. كنت بتفكر إيه، في أبو العيلة البشري ولا بتفكر؟ ما هو ده بقى، اتعاملت مع النص على إنه مادة خام أولية كده فيها خطوط وفيها روح وفيها عالم أسامة أنور عكاشة، وابتديت يعني الحقيقة ما كنتش لوحدي بصراحة، عملت ده مع محمد سلامة، عملت ده مع تامر مرتضى، عملت ده مع خالد، إن إحنا ابتدينا نبص على الشخصيات ونشوف أسامة أنور عكاشة فين في الشخصيات دي، ايه القريب منه وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، يعني نعمل مقاربه للعالم الواسع بتاع أسامة أنور عكاشة، من ابو علا البشري ومن حسن ارابيسكو ومن الرايه البيضاء ومن يعني كل مجموع اعماله، يعني بشر عامر عبد الظاهر، فازاي نعمل نخلق يعني اكنه عالم كده بنخش جواه بناخد منه شويه تفاصيل، بس بما انه بليغ شخصيه اوريجينال، بليغ شخصيه اصليه، مش شبه كل دول، فيهم ملامح من دول بس هو مش كل دول. ازاي قدرت تحدث الفكره؟ يعني ده نص مثلا من ايه 12 سنه او اكتر؟ 2003، يعني احنا داخلين في اولموست 19 سنه، فبالتالي انت لازم عملت حاجات فيها تحديث، يعني دخلت الانترنت، السوشيال ميديا، المخدرات يمكن كانت موجوده، يعني ماشي دي عايشه معانا، لغه الحوار نفسها اختلفت، لغه الحوار اختلف، ما كانش ده التحدي الاساسي. الحقيقه التحدي الاساسي هو ان انت تعمل عمل لأسامة أنور عكاشة بس يكون كأنه بيحصل في 2022 بالزبط. أصليا بدون ما كأنه بيحصل في الثمانينات أو ما بيحصلش في التسعينات، لأنه الحقيقة إذا كان في حاجة بتميز عالم أسامة أنور عكاشة هو أنه كان محلل للواقع في لحظتها، يعني ليالي الحلمية مثلا هو بيحلل الواقع من الأربعينات لحد التسعينات، أرابيسك هو براية عايز تشوف التسعينات تشوف أرابيسك، عايز تشوف الثمانينات تشوف الشهد والدموع وشوف الراية البيضة يعني، فهي الفكرة كلها أنه أنا تعاملت مع الموضوع بأنه الشخصيات نفسها لازم تبقى بتتكلم بلغة النهاردة، لازم علاقاتها مع بعض تبقى بنت النهاردة، لازم تفاصيل التعاملات الشخصية، لازم تبقى طبيعة العلاقات نفسها، اللي يعني العلاقات زمان غير العلاقات النهاردة، من 20 سنة غير النهاردة، بس هو الحقيقة أنه مع الحفاظ على أنه يفضل أسامة أنور عكاشة بروحه موجود في النص، ده التحدي الصعب الحقيقة.